حلو البنك تقريبا نفسه. واو ارقى عدل 500 600 600 600 600 600 600 600 عطى عطى 600 ادعس ادعس عطى اها ما في قوة. ايه كفو 645 ورافع ما تعدل واجد بس واو ممتاز. الانتنة تستاهل. حاليا راح نجرب على ال 5G راوتر بدون اي تعديل حاليا وبالواير على البي سي ونجرب السرعة. قبل لا نبدأ بالتجربة على ال 5G معانا بدون التعديل عليه للأنتنة راح نشوف القراءات. راح نركز على ال 5G RSRP اللي هو Reference Signal Receive Power اللي هو حق الطاقة، كم طاقة من البرج تجيك. فناقص 90 حاليا، الأفضل يكون ناقص 80 وانت نازل، وبين ناقص 80 وناقص 90 يعتبر كويس. ناقص 90 ناقص 100 هذا ضعيف، وناقص 100 وفوق يعتبر سيء. وشوف الشيء الثاني اللي هو 5G RSRQ ماينس 11 حاليا، يفضل يكون ناقص 10 وتحت هذا أفضل، وبين ناقص 10 وناقص 15 متوسط، وناقص 15 وناقص إلى ناقص 20 هذا يعتبر ضعيف، وناقص 20 وفوق يعتبر سيء. والثالث اللي نشيك عليه اللي هو الـ SINR 5G SINR الحين 6 ديسيبل 6 ديسيبل، تقدر إذا ارتفع يكون أفضل 6 7 8 أفضل، لما يمكن 20 هذا أفضل شيء. وطبعا كل ما ارتفع صار أفضل وأفضل. هذا الحين قراءات اللي معانا، راح نشوف الحين السرعة بالكمبيوتر. شوف الحين 5G تروح وتجي، هذه مشكلة بعد. البنك 25 حلو، السرعة توصل 200 220 على الساعة الحين 8 و10 ممتازة، ما في أي مشكلة. بس نطمح للأعلى ونشوف الأنتنة هل تساعدنا أن نوصل سرعات أعلى، أو البنك ينزل أقل، أو حتى رفع يزيد. حلو نجرب الأولى ونسوي تجربة ونسوي ثلاث مرات، بعدين راح احطهم مع بعض وتشوفونهم. حلو المرة الثانية جاب لي 23 البنك، 248 السرعة، الرافع جاب لي 25. هذه المرة الثالثة البنك 23، التحميل 322 ارتفع، والابلود 23.99. بدل ما راح اشغل لكم العاب وتشوفون البنج، اشوف افضل حل. هذا الموقع ممتاز، يجرب على كل الدول هذه السيرفرات اللي موجودة فيها، ويجرب البنج اللي فيهم. فطبعا على حسب سيرفرات اللعبة، على حسب وين مكانها، لكن انا راح استخدم هذا، راح تعرفون كم البنج. بسم الله طبعا بدون انتنة حاليا. الأغلب هو دائما تلعب على الأوروبي اللي هو في فرانكفورت 114 ممتاز، وعندك البحرين 39 معقول. أوكي أغلب شيء إحنا نستخدم هذا، والميدل إيست اللي هو البحرين 39، لعبة إيبكس تستخدم البحرين، فتقريبا راح تجيك هذا البينج. فممتاز نجرب مرة ثانية، أعطاني 44 هنا في فرانكفورت، أعطاني 121. جرب المرة الأخيرة 46 في البحرين، وفرانكفورت 116 برضو معقولة. الحين نبدأ تركيب الجهاز، وقصدي فتح الجهاز وتعديل عليه وتركيب الأنتنة. يعطيه ألف عافية متجر عبد الله أبو سعود. أبو سعود خصيصا ما قصر، شحن سريع، يومين تقريبا وصلت الشحنة. هذه الأنتنة لـ 5G، وإذا اخترت راوتر هواوي قبل لا تدفع راح يجيك هذا، طبعا تدفع يمكن 20 ريال ويجيك هذا معه. وهذه الأشياء الثانية اللي راح تجيك معه، هذه فتحتين المدخلين هذول راح يجون هنا، تركبهم راح أركبهم بعدين. وبرضو يجيك هذه الاثنين، هذه للأسف أنا يوم اشتريتها
الشحنة جاتني بدون هذول، لكن كلمت عبد الله بسعود وما قصر، على طول شحنهم لي بأسرع وقت ومجانا. فإذا ما حصلتهم بس كلم بسعود وما يقصر معك، يرسلهم لك على طول. هذه مكونات الصندوق اللي تجيك، فأنت أكد إذا موجودين ولا لا عشان تبدأ تركب الأنتنة. راح نحتاج إلى واير الرسيفر اللي تلقاه وراء الرسيفر أو وراء التلفزيون ومشبوك على طول في الدش اللي فوق. فالواير اللي نبغاه RG6 أو RG6U، واحد منهم نستخدم. أنا أخذت RG6U، هذا اللي موجود كان 30 متر. طبعا يقول لك هو أفضل شيء 15 متر، طبعا تحتاج 2 15، فأخذت 30 بقصه نصين بيصير 15 15. راح نستخدم هذا الحين. وراح تحتاج إلى دش. الدش يفضل يكون مقاسه 60، اللي ما أخذ أنا 60 قيمته 55 ريال، يمكن تلقى أقل أغلى ما أدري. إذا أعلى، إذا حجم الصحن أكبر راح يمكن يعطيك إشارة أفضل. حاول تلقى صحن المسكة اللي فوق تكون زي كذا، لأن بعضهم يجيك من تحت حق التلفزيونات، لا نبغاه زي كذا من فوق. ممتاز. ما هو الأنتنة؟ الأنتنة هو الجهاز اللي يستقبل إشارة من البرج ويوصلها للراوتر. الراوتر نفسه برضو فيه أنتنة صغير يشبك مع البرج، لكن بعض الأحيان ما يكون صغير ولا قوي ولا يستقبل بشكل ممتاز. عندك عشان كذا احنا نستخدم أنتنات. الأنتنة هذه من متجر أبو سعود، التردداتها 3200 إلى 4000. كيف تعرف التردد المناسب لك؟ تشيك على برنامج H-Manager. H-Manager فيه يبين لك التردد حق الـ 5G. أنا اللي عندي زي ما هو واضح هنا 3650 هرتز، فهذا مناسب للراوتر. في برضو عندك ترددات ثانية يستقبل الـ 5G 2600 أو شيء زي كذا، تشيك عليه برضو في الموقع عنده موجود الأنتنة هذا. بس شيك أول شيء قبل لا تشتري. طريقة فتح الجهاز بسيطة، عليك أنك تأخذ سكروب حق الكهرب اللي يقيس الكهرب، أهم شيء فتحة تكون كذا صغير، يمديك تفتحها كذا. من كل الجوانب. لا تخاف عادي، فاتحة من قبل. طيب، هنا في مسمارين وتحت في ثلاثة، والثالث هو اللي بيشيل الضمان. وإذا بديت تفك هذا، أعرف إنه خلاص. أنت طلقت الضمان بالعشرة مش بالثلاث. خلاص الحين الجهاز بدون ضمان. إذا فكيت هذا البغي، الحين أنت دخلت عالم راح ضمان. تحتاج هذه عشان تفتح الجهة هذه الخلفية بعد ما شلت الثلاث بواغي، تمر عليه كذا. أنا فتحت هذه الجهة، بفتح الباقي. طبعا تحت الإضاءة، هذا الإضاءة تحتها تمشي على هذا. أوكي حلو. بعد ما تفتح هذا راح تحصل 1 2 3 4، راح نفتحهم الحين. حلو، الحين شلنا الأربع باغي الأخيرة. الحين فقط عليك أنك تحط يدك هنا وتسحبها شوي شوي كذا، فكيت الجهاز بسهولة. تمام. حلو، نبدأ الحين نعدل في الراوتر. أول ما تلاحظ، أول ما تفتحه في هنا أسود وأبيض، هذول الاثنين هم المسؤولين عن 5G، ترددات 5G اللي هي 3200 فوق. فراح تستخدم هذول الاثنين هنا الفتحات، راح نحطها بدال هذول الاثنين. شوفوا معي، أولا شيل الواير من هذا شوي شوي. اوكي، هيبدا شوي ينفصل هذا، فبس تعال من هنا ينقشع على طول. الثاني برضو فتحته انا من هنا، بس باقي من هنا انفتح. بس بهدوء، لا تفتح بالقوه عشان لا ينكسر معك. طيب،
طيب عشان تدخل هذول وبعدين تسكر الجهاز دخلهم، شفت العلامة هواوي الجهة اليسار، اوكي، واحد هنا واحد هنا في الزاوية، لا تدخلهم هنا لان هنا بعدين بتسكر على ال على الغطاء، فلما تحطهم هنا بيطلعون لك هذول الاثنين، وهنا راح نركب هذول الاثنين في الابيض والاسود، وبحيث ان ندخل الجهاز راح يطلعون ويرين كذا. ركبت بدال الابيض والاسود هذول الاثنين، والحين بدخل هذا الجهاز داخل الكفر حقه، وهذا راح يطلعون شوي شوي. شفت كيف طلعوا شوي؟ دخلنا الجهاز، شوف هذا الحين طالعين كذا. فبيصير لك عندك زي كذا، وتسكر الحين الغلاف، نسكر البراغ اللي فتحناهم. لا تنسى تسكر الأربعة اللي هنا أول، بعدين تسكر الغطاء. كذا سكرنا كل البراغي من تحت ومن فوق، باقي الغطاء. محطوط أسهم، فاتبع الأسهم. شوف السهم رايح هنا والسهم رايح هنا، يعني خلى نفس الاتجاه. وبكذا انتهينا من الراوتر. الحين ركبنا هذا، الحين نبدأ الشغلة الثانية. بعد ما خلصنا من الراوتر نجي للأنتنة. تحتاج هذول الاثنين، تركب هذا هنا، الثاني طبعا هنا. نرجع للراوتر، تركب هذه القطعة هنا عشان بعدين تركب الواير الدش هذه الجهة، هذه الجهة. حلو، ركب واحد ركب الثاني. بعد ما تركب هذا الجهة الثانية، أنا اللي مسوي هذا طبعا، والحين تركبه في هذه الجهة. هنا هذا مسكر، تمام. الجهة الثانية برضو نسوي زي كذا، راح يصير عندكم زي كذا. طيب بعد ما تنزل الواير إلى تحت، اللي فوق جيب الأنتنة فوق وتشبكها الوايرات فوق. الحين صار الأنتنة موجود فوق، والصحن راح نركبه فيه. هذا هو الشكل النهائي للأنتنة، كذا يتركب يصير مضبوط. الحين في طريقتين تركيب الأنتنة أو استقبال البرج. بعض الأبراج يجيك زي كذا الشكل X، رايح هنا رايح هنا وتكمل يصير X، وهذا. وفي الشكل الثاني اللي هو زائد، اللي هو كذا كذا، هذا الشكل زائد. فعلى حسب البرج اللي معاك، أغلبهم هو X، بس ممكن اللي عندك زائد. فجرب أول شيء وتشوف هل البرج يستقبل إشارة X أو إشارة زائد. طيب الحين قاعدين نشوف احنا الإشارات. الإشارة الحين ممتازة عالية، لكن أغيرها الحين لأن أنا مركبة من قبل ورتبت المكان. لكن تقدر تلف الصحن تروح يسار، تشوف الإشارة كيف الحين تضعف 87، يعني ضعفت 88. فأنت حاول تعرف وين مكان البرج وتوجهه عليه. من جوجل ما بتعرف، أو تروح تدور وين البرج مكانه عشان تعرف وين مكانه وترتبه. وشوف الإشارة اللي هو RSRP، شوف كيف يعني 78 هذا أفضل إشارة بالنسبة لي. فأنت لف وحاول تركز الصحن عشان يعطيك إشارة ممتازة. فأنت لف الصحن وشوف اللي يشبك عليه، وشيك على رقم البرج وشيك على الإشارات، إن شاء الله تكون ممتازة ويضبط معك. طيب الحين نروح للتجربة داخل البيت. تعديل الراوتر، والحين شبكناه وهو بالأسفل، وإشارة 5G أوكي، كل شيء تمام. الحين نجربه ونشوف السرعات. بسم الله نجرب السرعة تقريبا الحين على الأقرب شيء للرياض. أوكي نبدأ نشوف البينج. البينج مرة شطرتين تقريبا. واو السرعة قفزت ما شاء الله، من 250 اللي شفناها، اوه شيت ما شاء الله 640، 600 اعلى شيء شفته هذا،
660 الرافع ولا شيء. يعني ما يمكن اللي قبل كان اسرع. اوكي هذه التجربة الاولى، نشوف الثانية والثالثة. بس بداية مطمئنة ممتازة ما شاء الله، فجأة طق عندي الابلود. هذه الثانية، نشوف الثالثة كيف. ان شاء الله تقريبا اغلب شيء كل شيء يتعدل. البنج مش مرة، بنشوف الحين مع هذا الموقع، لكن حاليا السرعة من 200 يعني صارت 3 دبلات، بس لان عدلنا الاشارة للبرج وثبتنا الصحن بشكل مناسب. الابلود ارتفع من 20 25 الى 40. المرة الاولى ما ادري كيف ليش صار 20، بس الحين ما شاء الله ممتاز. طيب نشوف البينج، البينج ان شاء الله يتعدل. بسم الله نبدأ. يهمنا طبعا بحرين وفرانكفورت، وشوف انت بعد اللي يهمك هذا المدن القريبة. البنج اشوف ارتفع 125، مش مرة يعني شيء بسيط. البحرين ارتفع 95، ستيل مرتفع شوي، كان تقريبا 115 يجينا، الحين صاير 134. ما ادري ممكن التردد. بحرين 55 يعني ارتفع شوي، ارتفع البنج شوي، لكن من هنا ما اشوف البنج ارتفع، ما ادري ليش الفرق هنا وهنا. طبعا الحين الساعة 9:30 تقريبا، فا اي ارتفع شوي البنج هنا. عندي البنج مرتفع، ما ادري ليش ارتفع فجأة. ان شاء الله اعلى شيء، اعلى شيء 700، لا ما راح يطيق. بشكل عام الانتنة رهيبة مرة، اعطيها 10/10، ممتازة، تعطيك اشارة افضل من البرج وتعطيك سرعة ثابتة. فاذا عندك مشاكل في التقطيع، عندك اشارة الـ5G والـ4G تروح وتجي، هذا الانتنة راح تثبتها لك ان شاء الله. الموقع في الوصف موجود، موقع ابو سعود، والهذه مراجعة غير مدفوعة، انا اللي اشتريت كل شيء، لكن ما شاء الله الانتنة رهيبة وانصح فيها اي واحد، 10/10 اقول لك، فاخذها وانت مرتاح. واذا في سؤال او اي استفسار حطه في التعليقات او اسأل ابو سعود، موجود موقع عنده واتساب وتقدر تسأله مباشرة. شكرا لكم على المشاهدة، يعطيكم العافية. ان شاء الله اذا عجبكم الفيديو حطوا لايك، واذا ما عجبك حط ديسلايك، واشترك في القناة ان شاء الله يوصلكم كل جديد. شكرا لكم وان شاء الله نشوفكم في فيديو قادم. مع السلامة.